نذهب الآن إلى معاناة أحد المتقاعدين وهو معاق وفاقد لأحد أطرافه. هذا ما يلاقيه عند مراجعته دائرة التقاعد في الديوانية بمحافظة القادسية، تحديداً أثناء صعوده ونزوله إلى المراجعة. تعالوا نشاهد إياكم. حط الديوانية. هذا حال المتقاعدين بالديوانية. هذا حال المتقاعدين في محافظة الديوانية. من المسؤول اللي عنده ضمير خلي يشوف هاي حالة التقاعد في محافظة الديوانية. درج يصعد المتقاعد رجليه مقطمات ويصعد درج، هذا تقاعد الديوانية. هاي الحالة خلي يشوفها رئيس الوزراء المسؤولين البيت الدولة.